هل يجوز تأجيل الصداقة والمهر عند حلول الأجلين؟ ولو زوجي ما دفعوش قبل الزواج، هل هذا يؤثر على صحة الصداقة؟ الصداق المؤجل جائز، الصداق المؤجل جائز، لأن موسى عليه السلام قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وهذه مستقبلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا أيضا دليل على جواز تأخير الصداق. وأيضا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم بل أنزل الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في الآية الأخرى: وإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذا مستقبل، فيما في أنه مستقبلي والله أعلم.